الإيجابي. واحد واحد وواحد واحد وواحد واحد. سموحة والمقاولين والإنتاج والمصري والأهلي والجونة. وكرة خطيرة وهدف أول لنادي الداخلية. كرة خطيرة وهدف أول. لا تزال أتعاب نادي إنبي وجراح نادي إنبي مستمرة. وقوف على مصيدة التسلل، وقوف خاطئ من مانو، ومرور واختراق والغيني لا ماكونيه ضرب التسلل ومر من عامر عامر وحطها بالقدم اليسرى. مرت مرت لعبت على طول لركنية ولكن تتقطع بالرأس من رقم 24 رشاد فاروق. وادي هجمة مرتدة لفريق نادي الداخلية. وادي احمد تمساح في انفراد، بيعدي تمساح، بيعدي مرة اخرى تمساح، وركلة جزاء لنادي الداخلية وبطاقة عند موسى كبيرو. مقطوع موسى كبيرو لما كولين، نشيط لما كولين بيحاول ان هو يعدي ويخترق، هو احمد تمساح، احمد تمساح بينطلق لما كولين واحمد تمساح، والهدف الاول، الهدف الاول عملها التنازل الفني لفريق الداخليه. ادي كوره مره ثانيه، ادي بينه وبين لما كولين، عدى لعبها لما كولين لكن لعبها له جميله جدا، اخترق هو سريع دخل كده في من مرماه ليتقدم فريق الداخليه بهدف لاحمد تمساح. رشاد فاروق صاحب القميص رقم 24، لمسه عند لاما كولن، لاما ينطلق من الناحيه اليمنى يلعب عند اللاعب صالح موسى، لمسه ثاني لاما، تبادل كرات مع حماده يحيى، ينطلق لاما، خطير لاما جوه منطقه الجزاء، عرضيه تعدي شكلها الهدف الاول، ولكن مش ممكن مش ممكن منطقه الجزاء دي. الكره الخطيره والفرصه الخطيره بعيدها مخرج اللقاء، انطلق لاما من ناحيه اليمين لعب عرضيه قلش الدفاع وراحت لسيد حسن، مش ممكن يعني فرصه لا يبقى مؤثر قوي احمد تمساح. لاما يسدد يا ولد يا ولد على التصويبه واللمحه والقرار. لاما يلم ايه؟ يلم اجمل لما في الشوط الثاني واجمل تصويبه واجمل لمحه هجوميه لفريق الداخليه. برافو لاما كولين. عشان كده بيطلب من لعيب الاداء القوي والايجابي والجيد من المدير الفني ويقول لك ليه لا 2-0 تبقى 3 وتبقى 4، مفيش اي مشكله طالما عندك الفرصه. لما كولين يحطها حلوه حلوه حلوه، وادي بسن الجزمه حماده يخبط معاه، اتحرك له، شوف اتحرك من ورا وائل جمعه ازاي، لكن الفينش وحش، كانت محتاجه ياكدها اكتر من كده، هو كان عنده الفرصه لانه سبق حطها بشكل غريب وحشه جدا جدا، وتضيع فرصه مؤكده من فريق الداخليه. شوف لعبها وحش جدا يا دوبك كده. ارجوكوا ارجوكوا يا جماعه، محتاجين اللعيبه اللي في الملعب دي محتاجه الجماهير. لما كولين انشط وابرز لعيب الداخليه، هيلعبها عرضيه تاني خطيره، تمساح تمساح يا تمساح. الداخليه وهو العنصر الفاعل في صعود نادي الداخليه، بص سبق على القريبه ولعبها بسن الجزمه لسوء حظه، لفت لبره، لو لفت لجوه كان بقى فيها كلام. واداء راقي الحقيقه نجم كبير طبعا الكابتن انور سلامه من نجوم التدريب مفيش كلام. ادي العرضيه من لما كولين داخل منطقه الجزاء، يا راجل حرام عليك يا راجل حرام عليك، مش ممكن لعب رجل يا صالح يا موسى، هو صحيح لو جه كان هيبقى هدف عالمي، كان هيبقى هدف عالمي. شوف العرضيه بكعب رجل عملها، يا سلام. ماشي تمساح، لم كورته تمساح، صلح تمساح، يا على الفرصه يا على الفرصه، ضايعه من الداخليه. ادي احمد تمساح، وادي جاي لما كولين من ورا حطها وخلف بينقذ هدف اكيد لصالح فنيه. والناحيه الثانيه اشرف قاسم هو اللي بيقود الفريق من الخارج من خارج الخطوط، لكن لما كولين هو اللي جاي في هجمه واعده، لما يثبت بكورته، هات وخد في منتهى الخطوره فرصه هدف، لكن هايل محمود تمساح ولما كولين عناصر القوة الهجومية. شوف مرة تانية، شوف التسديد، لكن اذا الداخلية حتى 41 دقيقة هو من يصل ومن يهدد مرمى الحارس حسام محمود، ولكن بدون فعالية حقيقية. كرة تلعب طويلة في الامام، عبد العزيز موسى تسديدة ولكن بعيدة، تسديدة الى بقى من الاخطاء. عايزين نفضل نقول يا جماعة ارجوكم الالتزام، ارجوكم نحكم العقل، نشجع على الكرة وبس، اعمل الدخلات واعمل الاغاني واعمل الاهازيج حلوة جدا، لكن بعيد بقى عن الشغب. حمو وحمو يسقطها حلوة حلوة، وادي العرضية، لكن برافو يا شريف قطرية الشقيقة لمواجهة منتخب البرازيل، عشان كده مهم بالنسبة له. لاما كولين، لاما كولين فات، خطيرة خطيرة يلعبها وتيجي بمساح، يقف على كورته يلم يا ولد، واحدة والتانية ويلعبها حلوة حلوة حلوة، وادي لو باص يلعبها عدى وفات، وادي سهلة في ايد شريف إكرامي.
فرصة كبيرة تالي. ومدرب الحراس كان مدرب اشتغل ايضا في منتخب الناشئين مع كابتن ربيع ياسين. لما كولين خطير اترد من عرضة شريف اكرامي وضيع فرصة مؤكدة من الداخلية. الداخلية بدأوا يتحرروا بمرور الوقت، بدأ ضغط عصبي، مفيش جمهور، بيحاولوا يلعبوا كورتهم زي ما قال مدربهم علاء عبد العال. تمساح يطلع لما كولين من ناحية اليمين، لعبة عرضية موجودة على طول. الحصري، الحصري فين؟ الحصري فين؟ بيدور على الحصري لما كولين. يا سلام يا سلام لما كولين، هوبا يسدد لكن في الشباك امام الزمالك، والخسارة 2-1 في لقاء مؤجل من الاسبوع الثامن، وامام فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الاسبوع العاشر. كرة عرضية فيها خطورة من ناحية اليمنى، صالح موسى. طبعا صالح جمعة نجم نادي انبي ومنتخب مصر الاولمبي ومنتخب الشباب، نجم مدينة طور سيناء. هذه محاولة لما كولين، حكم بيدي فرص اكتر من مرة ومطول باله. فيلوت ارمن طريسة حلوة خالص، وبالتالي بتبقى الامور صعبة رغم ان اللعيبة حاولت عن طريق اللاعب اللي معاه الكرة ده، ابرز لعيب الداخلية لما كولين. عدى تمساح، هوبا لسه خطيرة تقف تحت رجله لما كولين. لما كولين والتسديدة، برافو يا شريف. هاني سيد، تمريرة مقطوعة من هاني سيد، لما كولين يقطع. هجمة مرتدة سريعة في منتهى الخطورة لو اتعملت بسرعة، اتعملت لصالح فتحي في الجانب الأيمن. ادي الانطلاقة على طول لكن يتشتت. هنشوف بقى هل رشاد فاروق هو اللي هيلعب ناحية الشمال ولا ايه. ادي الانطلاقة من لما كولين، لما كولين لنادي الداخلية، انطلق عدى من ناحية الشمال لكن اتقطع، لكن تجي له تاني من حسن حظه وعرضية في منتهى الخطورة. منتهى الخطورة، يا سلام على كرة تمساح على الأرض. لما كولين، لما كولين وفيلوت ارمن، وائل جمعه يلعبها لكن خطيره خطيره. اللاعب صالح موسى اماميه لما كولين، استلام من لما. يا سلام يا سلام، عدى وفات في منتهى الخطوره لما كولين. انفراد انفراد انفراد، دخل على جوه ليه. دخل زيدان من استاد القاهره، الحقيقه اعداد بتتزايد، مشكله ما نشوف لما كولين هيعمل ايه. وادي الانفراد لكن في رايه قلب، اتخطفت عبد الله السعيد. لما كولين يخطف، لما لما يلعبها خطيره خطيره لتمساح، لسه الهجمه تمساح، برافو يا شيخ. حتى الان تعادل سلبي بدون اهداف. لما كولين منقول على طول ناحيه اللي ايضا حققت نجاحات كبيره الكره دغينيا، تلعب على طول خطيره خطيره، مش ممكن. لما كولين رامي التماس، السيد عبد العال بيضغط على لما كولين، لما كولين يلف حوالين نفسه ويسيطر على كورته ويفتح الملعب ناحيه اليمين عند النادي الاهلي. بيأدي بهدوء الواثق في طريقه كده لتحقيق الانتصار، لكن حماسيه سريعه على الارض. عبد العزيز موسى منقوله وملعوبه فيوليت ارمن، لكن على طول براب نادي اتحاد الشرطه. اتحاد الشرطه عنده موقع هامه بكره في الماكس مع حرس الحدود، ملعوبه على الارض. ان الهجمه كانت حلوه خطره، تاني تتلعب حلوه، مباراه بدات تحلو. وادي خطا، لا ده خطا بانذار، ده المحمود صبحي نادح لازم ياخد انذار، يبقى فيها خطا حياه حرب. ادي عملوها هنا لما كولين، لما كولين، لما كولين وحجاب هياخد انذار، هياخد انذار حجاب والفاول مستحق. مصطفى حجاب اضطر يعطله وياخد. عبى على الارض مع توفيق، تتخطف ابراهيم صلاح. لما كولين، لما كولين لف ودار ولعبها تاني على القافي، وشافي تاني لاحمد حسن وخد منه. حلوه حلوه، عبد الشافي قطم لجوه، مشيت معاه لاما. يا سلام يا لاما، لاما كوليه لابراهيم عبد الخالق. ابراهيم عبد الخالق متحرك يمينا يسارا، هذا اللاعب ابراهيم عبد الخالق. ولكن على الصوره المدير الفني للداخليه اللي بيزعق ازاي الدفاع انضرب بالشكل ده، ولكن كانت طويله بعض الشيء ما لحقهاش عشان تتلعب تاني. كوره خطيره، احمد تمساح، احمد تمساح، ولكن يتواجد الحارس. يفتح واحدة كده عند باسم علي، عايز يربط مع حماد لك مقطوعة. ادي الهجمة المرتدة، احمد تمساح والدفاعي وما عندوش حاجة يبكي عليها، متأخرين بهدف وواحد زي اتنين. عشان تفكر في مرحلة التعديل لازم يبقى فيه ريسك شوية ومخاطرة. عند فتحي عبد الجليل، بيدخل كده عبد المنعم في الوسط، يلعب واحدة كده عند صالح مرسي، بيحاول ان هو يعدي. طبعا يرجع تاني لدور الاضواء والشهره. اتلعبت عند لاما، استلام من لاما، يحاول المرور، خلاصها بشكل جميل يا ولد. ملعب الداخليه في ملعب وادي دجله يتفوق، عند ملعب وادي دجله في ملعب الداخليه يتفوق.
هل بقى تستمر هذه النقطة في الدوري الممتاز ألف في أولى اللقاءات الرسمية انطلاقة؟ لما كولن لما يعدي يلعب عرضية ولكن بعيدة إلى خارج النظام، حمادة وأحمد يلعب كرة في لما كولن، لما كولن يدخل المنطقة لما ولكن يتوقعون بهدف لكل فريق. إذن الظاهرة اللي موجودة أن حتى الآن ولا لقاء انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. كرة ملعب الراجل كده بلغة الكرة بيبل ريقه، لقاء صعب من الواضح حتى الآن غير قادر على الاختراق. أدي الخطورة وأدي الاختراق وأدي فرصة تهديفية هي الأولى تصطدم وتعود وبرافو مانو. يتحرك له لاعب فيلت أرم معاه لما كولن اداها لاما بالفعل، لاما يلعب لصالح موسى، صالح يحطها لاما، لاما ينطلق اللاعب الغيني عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن خطأ دفاعي فيلت أرم تعود. مش ممكن رشاد فاروق قرب على حدود منطقة الجزاء عايز يعدي لما كولين، خد كورته لما كولين على حدود منطقة الجزاء بيدور على المساندة يفتح الملعب عند عبد المنعم. أهداف هذا الموسم محمد صلاح. إذن التقدم للمقاولون العرب، مباراة حلوة مفتوحة. لما كولين بيعدي، لما كولين هذه الانطلاقة بيحاول معاه عبد العزيز حسن. هذا هو فريق المقاولون العرب اللي بيجدد دماؤه في هذا الموسم، واحدة كده وانطلاقة من لما كولين المزعج. لما كولين والعرضية لكن عقبه امر اللقاء في مجمله. محبي وعشاق السحاره المستديره عبر شاشه ميلودي سبورتس، تعادل سلبي انطلاقه لما، لما يدخل منطقه لما، لما تاني لما ولكن المره دي عصام محمود. ده انت مش ممكن يا لما، مش ممكن. احمد تمساح هو مكمل الخطوره لفريق نادي الداخليه. احمد تمساح ادي تصويبه خطيره جدا جدا لما كولين. ما هو عبد العزيز موسى في مشهد هجومي هايل لفريق الداخليه. لما كولين ممكن هجمه مناسبه للتهديف وواعده على حدود المنطقه معتز عبد الحق. حمادة يحيى لما كونيه، بص بقى الخبرة، بص الخبرة وبص السرعة وبص اللياقة، خد الكرة في الحتة الفاضية من الملعب تدخل قوي كده بتهرب تهرب منه. لما كولين، لما كولين، لما كولين بيحاول يعدي على حدود منطقة الجزاء والعرضية. يقول كل شيء ولكن من جهتي لن أتطرق إلى جزئية تحكمية، ولكن معاكم الصورة بتحكي وتتكلم وتقول معاكم كل شيء. دقيقة 25 من الشوط الثاني، 1-1 داخلية عايز يفوت لما كولين، لكن برافو برافو يا محمود يا صبح يأمن دايما، هو صمام الأمان لدفاعه. ما كانش مربوط كويس، شيكا تاني، محمد إبراهيم تتخطف، والله أحس بنشاط ملحوظ في الداخلية. عبد المنعم كور ارتجالية عشوائية في وسط الملعب، طقس كروي متوسط نسبيا ما بين كلا الفريقين خلال 26 دقيقة مرت من ده. مركز رشاد بشكل كويس، استلم لما كولين في مساحة حلوة في الشمال عند جنب عبد المنعم أحمد علشان يزود فعالية هجمات فريق داخلية. لما كولين جاي في هجمة واعدة مناسبة للتهديف وكأنه غزال جامح حمر في خمس فانيلات، وادي واحدة على طول لما كولين، لما كولين يلحق ولعب العرضية وبرافو محمود أبو سريع يلعب على طول 3-4 باصات لنادي الداخلية ومحاولة للمرور، محاولة والحكم يدى تحت الفرصة، وتاني على طول لما كولين والتصويبة سهلة في يد جيني اللي جاء من غينيا مباشرة إلى البعوث وانضم إلى نابارو ثم التقطه كابتن علاء عبد العال لاتحاد الشرطة واخد ركلة. مصدر الخطورة والإزعاج هو ولما كولين، لما كولين وتسديدة تعمل بند لكن العقباوي عيد والسعيد هناك لكن آري. يا سلام يا ولد القائد محمد سعيد، تاني توصل لما كولين واضح دوره في وسط الملعب، بنصفق له كلنا لأن بتبقى حقيقة لفتة، لفتة جميلة وبتبقى إجادة معاه بيستحق الإشادة أكيد فيش كلام، سواء عشان يبقى الهدف الثاني للنادي. لما كولين، لما كولين في المتاح دسوقي ويلعبها بره الملعب، ممكن يعمل سكور اكتر لكن شعر بالهدوء ده والاسترخاء كلفوه هدف. داخلية وكأن الجون دفعهم لمحاولة تسجيل مزيد، في خطأ هنا الافضل في الدقايق اللي فاتت. فتحي عبد الجليل يخش من جوه الملعب يمرر للما كولن، لما كولن لصالح موسى، صالح صالح الداخلية نور يلعب كرة طويلة لاما، لاما كونيه عرضية من لاما كونيه تمر بعرض الملعب الأول في التلفزيون بعد ما اعتزل الكرة مع بعد ترك نادي الزمالك، بعد ما ترك نادي الزمالك بشير التابعي، ولكن يعني بلده بقى. هادي نشوف الأول هجمة نادي الداخلية سهلة إبراهيم نور الدين لعب على طول داخل منطقه الجزاء وضربه راس من سعيد فعلا حسين مكيده ومعه انطونيو سيزر كمدرب
عام ومدير الكره طبعا دكتور حسن ابو عبده ومدرب الحراس كابتن عبد الشافي ابراهيم. مويس اللي نتمنى له السلامه ويعود لقياده فريقه المدير الفني الكبير والبلجيكي القدير جمال عثمان وخمس مديرين فنيين ينتموا للمدرسه البيضاء مدرسه نادي الزمالك. انطلاقه للاما كوليه، لاما حط كره هتخد حلوه دخل جوه 18، لاما كوليه عايز يعمل العرضيه لكن ضغط على لفت للاتحاد، وادي لاما كوليه، لاما حط كرة حلوة عند نور الجرحي، نور لاما كوليه تاني قطع وعايز يعمل العرضية من زاوية ملعب عند الخميسي، الخميسي للاما كوليه، لاما يفتح اللعبة حلوة طول تحضير في نص الملعب، لاما يفتح في الجنب لفريق الداخلية، حكم اللقاء جنب كرة قال ما فيش حاجة للخميسي، توصل للاما على حدود المنطقة وعدى واخترق وتقدم وتسديدة، يا سلام مصرية فريق الدراويش صامبا الكرة المصرية. هنشوف في احداث هذا اللقاء من سيكون له الكلمه العليا لفريق الداخليه. لاما لاما عمل العرضيه تخبط وتطلع بعد دقايق بيحاول يسيطر على منطقه وسط الملعب سيد حسن وتحديدا في الجبهه الشمال لاما اللاعب ولكن قد يكون التمريرات دي في اخر الدقائق وفي اخر ربع ساعه. لاما كولين كارت جزائي في عقده مليون جنيه ولكن تم تخفيضه النص من عبد المنعم احمد لاعب على طول عند تمساح الغيني. لاما كولين تسديده من لاما ولكن ممتاز جدا الباك الشمال لاما صالح موسى داخليه ضاغطين ما عندهمش حاجه يبقوا عليها يا جماعه. المركز الاخير بادئين بضغط هجومي وادي الاستلام والتصويبه خطيره جدا كوره عند رشاد فاروق. لاما في كل مكان، لاما كولين عنده فتح موسى صالح موسى عفوا استني المساندة، المساند دائما هو اللاعب لاما. لاما بالمهارة واحد ضد ثلاثة، رايح فين لاما رايح فين هو. دقيقتين على نهاية أحداث المباراة في الشوط الأول وفريق الداخلية بدأ أن يكشر عن أنيابه وأظهر المخالب الحقيقية والشراسة الهجومية بدأت أن تأتي مع تقارب ما كانش فيه كنترول كويس على الكرة، كرة مقطوعة هجمة سريعة مرتدة ما فيش راية لاما كولين في الشوط الثاني هو الافضل، هو من يفرض هيمنته ويسيطر على اجواء المباراه في الشوط. عزيز زيزو يلعب للاما كولين، لاما كولين لم كورته لاما لاما اللي يلعب على طول وبكري يرجع على طول لاما كولين، لاما كولين يلعب على طول لاحمد سيد حسن، سيد حسن للاما كولين لاما لاما وماشي يلعب على طول مع غياب حارس المرمى هاشم الدسوقي فنيا. وادي استلام في مرحله بناء الهجمات من لاما كولين لعيب خطير جدا وصغير السن. فرقتين المباراه مفتوحه كل فريق عايز يكسب وده جمال الشوط الثاني تروح لعبد المنعم احمد للاما كولين على صدره بيحاول كده بمهاره ان هو يوسع نفسه بيستلم بترقيصه كده على طول عبد المنعم احمد. مش قلت لكم يا جماعه اللقاء فيه اهداف؟ مش قلت لكم هنشوف اهداف المتعه مارك موبوا ما توصلوش تذهب في الجبهه اليسرى لفريق نادي الداخلية تمريرة أمامية هتعدي هتعدي معي صح الشوط الأول ولكن أضاع ركلة الجزاء اللاعب النيجيري باليخ أرما. هذه يكون معاكس لاما كولين ولكن تتقطع. هذه طارق حامد بيحاول يقطع ولا عشان فتح الله عفوا مساعد الثاني بيكون في اتجاه الناحية العكسية عند مدرجات الدرجة الثالثة. كرة تعود لاما كولين ينطلق لاما قدامه مساحه للتسديد وقدامه مساحه